ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا الرجل هذا شهادة في حقه، كنت التقيت به في فرنسا، كنت أنا إمام مسجد في فرنسا في باريس، وكان كيجي عندي المسجد كيصلي معايا الصلوات ومواظب لصلواتي في الأوقات، وهادشي ما كيعرفوش المغاربة، هاد الشهادة ما كيعرفوش المغاربة. المغاربة تيعرفوا كيغني غير غزالي غزالي، يخلي لك يا غزالي ونطير معاك في العلالي، هادشي اللي كيعرفوا المغاربة. هذا الرجل كان كيجي كيصلي ورايا في المسجد في الصلوات، يواظب على الصلوات ديالو كاملة. المخير فيهم هذول اللي كيسبوا دابا، تلقاه ما كيصليش ما كيركعش. ولما أختي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. أختي كما سمعتوا في المقدمة، وهذا الفيديو غادي يكون طويل ما غنكثرش في الكلام بزاف، هذه شهادة حق لإمام مسجد بالديار الفرنسية، شهادة حق في حق الفنان المغربي سعد المجرد. يعني كيهضر عليه بكلام طيب، وكيقول باللي سعد المجرد في الفترة اللي كان كيقضيها في فرنسا، يعني كان كيأدي الصلوات الخمس من مور هذا الإمام ديال المسجد، وجيد لي بالشهادة ديالو. وحنا بدورنا يعني أنا شخصيا يعني حسيت باللي شي حاجة ماشي هي هذه، يعني وهذا الشيء كيبان من العائلة، يعني من الفنان نفسه، يعني الطريقة ديال كيفاش يعني كيتعامل مع الناس، التصرفات ديالو. وكنظن أنا دائما يعني ما الظن ديالي ما كيخيبش، غنخليكم بعدا ما ربما يجي شي واحد ويقول لي شكون هذا. المهم غادي نخليكم بعدا، السيد راه كيأدي صلاة تراويح في عدة مساجد أوروبية، باش تشوفوا غير باش نتعرفوا عليه. غادي نخليكم مع بعض المقاطع باش تعرفوا بلي هو إمام مسجد. واحد عاود يقول لي نو راه شي واحد عطاها ولا هذا، حنا راه معروفين يعني كتسبقنا سوء النية. نخليكم مع هذا وغادي نشوفوا يعني المحامي ديال سعد المجرد يعني غادي يستأنف الحكم ديال 6 سنوات، وكيأكد باللي يعني ما كاينش دليل مادي على الاغتصاب، لان انا قلت لكم اذا كان حنا ما كندافعوش هنا على المغتصبين، نو 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 باش ما تفهمونيش غلط، إذا كان هذا السيد يعني ظالم ومغتصب فيستاهل أقصى العقوبات. ولكن هنا هذه الحالة هي حالة استثنائية غريبة عليها باش كنهضروا عليها، أما حنا يعني ما ندافعوش على المغتصبين. وكنتمنى من هذا المنبر، والحمد لله بعد ما نسيت، بغيت نوجه رسالة للسلطات المغربية، فين ماشي أجنبي جاء اعتدى على بنت سواء كان بنت او ولد يعني بالاغتصاب ولا هذا، هانتوما عارفين شنو تعملوا، ميمكنش يجيو ويعملوا فينا اللي بغاو ويمشيو بحالهم. بالي كنتمنى من السلطات ومن القضاء المغربي بالي انه يعني يتناول هذه القضايا بالمثل. الاجانب اللي كيجي واللي كيجي يعني زياره سياحه مرحبا به، ولكن اللي كيجي يتعدى على شي واحد، كنهضروا في الحاله بحال هذه، فراه حتى هو يعني خصو ياخذ اقصى العقوبات. المهم غادي نخليكم مع، لان انا قلت لكم ما غاديش نهضر بزاف، كما قلت لكم هنا جونك ماك يعني محامي سعد المجرد كيهضر على استئناف ديال الحكم الذي ادان الفنان المغربي ب 66 سنوات نافذا بتهمه اغتصاب شابه فرنسيه في احد الفنادق بفرنسا عام 2016. المهم انا قلت لكم انا حتى انا الضمير ديالي ما كيسمحليش، والساكت عن الحق يعني شيطان اخرس.
يعني هذه قضية، يعني قضية الساعة كل شيء كيتكلم فيها. أنا كيبان لي بلي شي حاجة ماشي هي هذيك. هنا الاغتصاب راه كيختلف ما بين اغتصاب واغتصاب، وهاد السيدة مشات معاها وهاد السيدة حتى هي إذا كانوا يعني اعتدى عليها صار مجرد، فيعني كنتمنى لأي واحد تعدى على شي، لأن حتى حنا عندنا ولادنا ما بغيوش شي واحد يتعدانا على ولادنا، وحتى حنا يعني كنعملوا راسنا في المكان ديال الام ديال هاد السيده او العائله ديال هاد السيده اللي يعني كتهم سعد المجرد انه اغتصبها. ولهذا المهم انا نخليكم الشهاده، هادو الناس اللي كيقول لك لا وهذاك سكيرين في اللص ما مربيش هذا الى اخره، انتم عاد تسمعوا الشهاده ديال الحق ديال هاد الامام ديال المسجد باحدى المساجد بمدينه باريس الفرنسيه. ما نطولش عليكم بزاف، كاين استئناف باش ما يكونش باش ما نكونش ثقيل عليكم، كاين استئناف ونسمعوا الشهاده ديال هاد الامام بمدينه باريس كيشهد شهاده حق بحق الفنان سعد المجرد. تهلاو لي فراسكم، سمعوا حتى الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المخير فيهم هذول اللي كيسبوا دابا تلقاه ما كيصليش ما كيركعش، كان كيجي يصلي معايا دائما وابدا. وكان زائد واحد المساله انه واحد الرجل محب للقرآن وأهل القرآن، وأنا واحد من أهل القرآن اللي شفت من هذا السيد غير الخير بالاحترام والتقدير اللي كان كيحترمني واللي كيقدرني واللي كان كيكبر بيا، وقف معايا في ظروف ديال المحن. هذا السيد هذا وقف معايا أنا في ظروف ديال المحن، وهذا الشيء ما خصنيش نجبدو، ولكن حان الوقت اللي نجبدو فيه، حان الوقت اللي نجبد هذا الراجل هذا بهذا الشيء اللي دار معايا. وقف معايا في ظروف صعبة، وقف معايا انا في ظروف صعبه ماديا ومعنويا هذا الرجل هذا، وانا لا انكر جميله، واللي ينكر الجميل ديال هذا السيد هذا، اللي ينكر الجميل ديال شي انسان دار معاك الجميل غير وضحها. وقف معايا وقفه رجل واحد، ووقف معايا واحد الوقفه اللي عمري ما نساها معاه، ملي كان الوالد ديالي مريض السنه يعني العام اللي كان جات كورونا، كنا في الحجر الصحي والوالد كان مرض نفسي. تخيل معايا كان كيتصل بيا في الواتساب ماشي باش يهضر معايا انا، تيقول لي كلم لي الحاج. كندوز كنقول لي الوالد تكلم لسعد بغى يهضر معاك. اقسم بالله الذي لا رب سواه. وانا غنحط لكم حتى بعض الكلام معاه في الخاص وداك الشيء، وبعض الصور اللي غادي تشوفوها انتم غتشوفوها نيت في الفيديو معاه نيت في باريس، حتى انا كنت امام في مسجد في باريس، اكبر المساجد في باريس كنت امام تما، وكان ديما معايا. فكان كيتصل بالوالد تقريبا شبه يومي ويطمئن على حاله الوالد. وتخيل معايا الوالد هذاك الحب باش كان كيهضر معاه سعد المجرد، هذاك الحب هذيك المحبه والحب اللي حس بها الوالد من تجاه هذا الراجل. تخيل معايا هذيك المكالمه ديال سعد كان عليها واحد الوقع كبير في نفس الوالد. والوالد حاليا من يسمع هذا الشيء والله العلي العظيم، وهدرت معاه دابا حاليا وقلت له اللي واقع وداكشي، وقال لي شوف ولدي ما تكتمش هاد الشهاده، وصل هاد الشهاده تجاه المغاربه، وانا من تجاهي الا نوصل الشهاده في حق هاد الرجل، لانه رجل محب للقران. الوالدين ديالو بعدا، الوالدين ديال هاد الرجل اللي ما كيعرفوهمش بزاف الناس، دابا الناس كيعرفوا بانه غير باه كان مغني وممثلة، ولكن ما كيعرفوش بانهم هم عائلة القرآن واهل القرآن. باه كان يعني قارئ القرآن الكريم، باه مجود ديال القرآن الكريم ويحفظ كلام الله عز وجل. الاب ديالو يعني البشير عبده، الله يحفظه الله يصلحه. وانا كندعي مع الوالدين ديال سعد المجرد، وسعد المجرد اللهم يا ربي في هذه الساعة المباركة قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم فرج هم أخونا سعد، اللهم فرج همه، اللهم فرج همه وغمه، اللهم فرج همه وغمه، اللهم فرج همه وغمه، اللهم نفس كربه، اللهم نفس كربه. ومسألة أخرى بغيت نختم بها الإخوان، مسألة بغيت نختم بها الإخوان، هذه اللي غنختم بها غنختم الفيديو ديالي. ونتمنى هذا الفيديو كما كتبارطاجيو الكلام الفاحش والكلام الساقط في 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 بزاف ديال الناس، وكديو الذنوب والمعاصي ديالهم، كديو الذنوب على ظهر الناس، فابور نشروا هذا الكلام ديال الخير، تبركوا به وديو به الحسنات.
واحد التعليق ديال الخير، اللهم فرج همه، ما غتخسر والو، ما غتخسر حتى حاجه. كون الا ما غتدخلش بخيط ابيض وتدخل بواحد الخيط ديال الدعاء وكذا، رجع للور وسقط. بها غنختم هذه الايه ديال قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي سبحانه وتعالى كيقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. القصد هنايا بالمضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر المقصود به هنا أن أي إنسان مضطر، أي إنسان في واحد الحالة ديال الحاجه او حاله شده، ربي كيستجيب ليه الدعاء واخا يكون غير مسلم. شتي ربي الله يجعله يكون كافر، الله يجعل يكون داك العبد او داك الانسان اللي في حاله شده يكون كافر او يكون ملحد او يكون كيف ما بغى يكون، لا ديني كيف ما بغى يكون. المقصود بهذه الايه المضطر مقصود به الانسان، مقصود به الإنسانية عامة، يكون مسلم ولا غير مسلم، أن ربي كيستجب ليه، يستجب ليه الدعاء ديالو، كينفس عليه الهم ديالو. شوف 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 سيدي ربي شحال رحيم، رحيم بالعبادة ديالو كاملين، رحيم بالإنسانية كاملة. وأنت أنت اللي عبد مذنب، نوض تسب الناس ودي على ظهرهم الإثم والذنب، وانت لا تعلم بان هذا الامر، هذا الشيء كله اللي كنهضروا عليه الان، حنا لا انا ولا انتم ولا اي واحد في هاد الناس اللي كيهضروا في لي ميديا الان لا علم لهم بالامر واش صحيح ولا ماشي صحيح، وحنا مشينا كاع لابعد الحدود، ولو يكون كاع ان الامر كذلك، فالانسان يدعو بالفرج ويدعو بالخير ويكون مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.